أخبار اليوم. السؤال الخامس: ألف، ماذا يحدث في كل من الحالات الآتية؟ اعتمد الإنسان في غذائه على الحلقات العليا من سلاسل الغذاء البحري. احنا عارفين الحلقات الأولى تحتوي على أكبر كمية من الطاقة، لأن الطاقة بتقل في كل حلقة بمقدار العشر. يبقى لو اعتمد الإنسان في الغذاء على الحلقات العليا يستفيد بأقل كمية من الطاقة. لذلك يجب الاعتماد على الحلقات الأولى، وقلنا عشان سريعة التكاثر ومتوفرة وتحتوي على أكبر قدر من الطاقة. ماذا يحدث؟ استخدام الإنسان للأسمدة الكيميائية بدلا من العضوية. الأسمدة الكيميائية بتقيد عناصر التربة. الأسمدة الكيميائية بتجعل التربة عرضة للانجراف، وبالتالي هتفقد الأرض خصوبتها، بعكس الأسمدة العضوية اللي بتحسن من خصائص التربة، تضيف لها صفات فيزيائية جديدة مرغوب فيها، وتنشط عمل الكائنات الحية. ثلاثة: ثوران بركان تحت سطح الماء في البحار هيكون جزر بركانية، ودي بتعتبر من فوائد البراكين. عند ثورانه أسفل قيعان البحار والمحيطات تكون جزر بركانية. أربعة: ماذا يحدث إذا لم تختزل أوراق النباتات الصحراوية؟ احنا عارفين ان الأوراق النباتات الصحراوية لابد أن تكون مختزلة لتقليل عملية النتح، عشان المية قليلة في الصحراء. طب تعال نتخيل ان الأوراق لم تختزل، بالتالي هتزيد نسبة النتح، وبالتالي هيزيد نسبة فقد الماء للمية، النبات للمية، وبالتالي مش هيعرف يعوضها لأن الصحراء ما فيهاش مية، فيؤدي إلى موت النباتات. خمسة: تأثرت كتلة صخرية بقوة ضغط انكسرت على أثر. الكتلة الصخرية أصابها قوة ضغط انكسرت، بس هنا ما قاليش إن الكسر دوت صاحبه إزاحة أو ما صاحبوش إزاحة. يبقى هنا هتكلم في حالتين: إذا لو ما فيش إزاحة يبقى تكون فاصل، طب لو في إزاحة بسبب قوة ضغط يتكون فلك معكوس. إن هو ما قاليش، لو قال لي كسر بدون إزاحة يتكون فواصل، لو قال لي كسر بإزاحة يتكون فالق، إن هو قال لي انكسرت وما قاليش إزاحة أو بدون إزاحة، يبقى أنا هعرف له الاثنين. لو ما فيش إزاحة يبقى تكون فاصل، لو في إزاحة بس بقوة ضغط، لأنه هنا قال لي قوة ضغط مش قوة شد، يبقى تكون فالق، ولكن فالق نوعه فالق معكوس. بيه في السؤال الخامس: فسر كل من العبارات الآتية. قد تكون المسافة بين كل فاصل وآخر سنتيمترات أو عشرات الأمتار، يعني فاصل وبعديه فاصل وبعديه فاصل، المسافة بينهم صغيرة أو كبيرة. بيرجع ذلك لثلاث حاجات: نوع الصخر، سمك الصخر، طريقة استجابة الصخر للضغوط المؤثرة عليه. بيه التجوية الكيميائية هامة في تكوين التربة الزراعية. نعم، قلنا لأن الناتج النهائي للصخور النارية أو المتحولة التي تحتوي على فلزبارات تتمثل في وجود حديد أو مغنيسيوم بتكون الطين، والطين بيكون التربة الزراعية. يبقى تجوية كيميائية سواء لصخور نارية أو صخور متحولة طالما تحتوي على فلزبارات، تحتوي على مايكا، بيديني طين، والطين ده بيكون التربة الزراعية. جيم: تتباين الظروف البيئيه على مدار الزمن الجيولوجي. عاوز يقول لي ان ظروف البيئه من يوم ما الارض نشات من 4600 مليون سنه لحد النهارده مش هي نفس ظروف البيئه. كل فتره ظروف البيئه بتتغير. ليه بتتغير الظروف البيئيه؟ واحد، تفاوت مساحه اليابس الى مساحه المسطح المائي، يعني مساحه الميه الى مساحه اليابس مش ثابته. اثنين، اختلاف التضاريس، تضاريس الارض مش ثابته. ثلاثه، انتقال المناطق المناخيه عن مداراتها نتيجه زحزحه قطبي الارض، وكمل اقول بالنسبه لكتل اليابس. نمره اثنين في ب: اذكر المظاهر الجيولوجيه المصاحبه لكل من ما. عاوز اذكر يبقى اذكر بس، وخلي بالك في الامتحان قال لك اذكر ولا ناقش، اذكر يبقى اذكر بس. عمل هدمي للسيول، العمل الهدمي للسيول المظهر الجيولوجي تكون الاخوار اللي هو مجرى السيل. عمل بنائي للانهار، طالما بنائي الانهار يبقى عندي دلتا او شرفات نهريه. عمل هدمي للامطار اللي هو نحت واجهات الصخور وتكوين اخاديد بينها جروف قليله الارتفاع. عمل بنائي للمياه الجوفيه، تكون الهوابط والصواعد. جيم، خلي بالنا من جيم دوت، يمكن ما جاش في امتحانات قبل كده. واحد، قال لي ادرس الرسم الذي امامك ثم اجب عن الاسئله الاتيه. بيقول لي اي الحشرات نافع وايها ضار. انا ببص على الرسمه، مديني العدد والزمن، ومديني قبل استخدام المبيد وبعد استخدام المبيد. ولو انا بصيت مديني حشره ا وحشره ب، اركز كده. الحشره ا قبل المبيد كان بيحصل لها ايه؟ اللي كانت بتزيد،
والحشرة ب كانت بتقل، يبقى بالتأكيد ألف حشرة نافعة وب حشرة ضارة. طب ليه؟ لأن الحشرة ألف النافعة كانت بتتغذى على الحشرة الضارة، فألف كانت بتزيد وب كانت بتقل. طيب بعد المبيد، المبيد قضى على الحشرة النافعة، فبعد استخدام المبيد لقينا الحشرة ألف هي اللي قلت والحشرة ب اتضرت هي اللي زادت. ليه؟ لأن المبيد قضى على الحشرة النافعة فانتشرت الحشرة الضارة. يبقى بين السبب ألف في السؤال أي الحشرات نافع وأيها ضار، بقول له ألف حشرة نافعة وب حشرة ضارة. ب بين السبب في زيادة الحشرة ألف قبل استخدام المبيد، ألف قبل المبيد كانت بتزيد ليه؟ لأنها كانت بتتغذى على الحشرة الضارة اللي هي ب. طب بعد المبيد ليه الحشرة ب زادت؟ لأن المبيد قضى على الحشرة ألف وبالتالي الحشرة ب ما لقتش أي مقاومة بيولوجية فبدأت تزيد الحشرة ب. لو قال لي هات طريقة إن أقضي بيها على الحشرة ب دون أن تتأثر الحشرة ألف، أستخدم المقاومة البيولوجية أو هسيب الحشرة ألف تتقاثر وبالتالي هتقضي على الحشرة ب. اتنين، ناقش كل مما يأتي يؤثر الضوء في توزيع الكائنات الحية في الماء وعلى اليابس. السؤال هنا يجي بثلاث مرات بثلاث أشكال مختلفة، إما يؤثر الضوء في توزيع الكائنات الحية ويسكت يبقى هتكلم في المياه وعلى اليابس، أو يقول لي يؤثر الضوء في توزيع الكائنات الحية في المياه بس أو على اليابس بس. في المياه هقول له العمق اللي بيوصل له الضوء هيحدد أنواع نباتات معينة في المياه. لو أنا رسمت ده سطح المياه وادي القاع، كلنا عارفين انه كل ما بنزل الاضاءه بتقل، فالنباتات اللي محتاجه اضاءه عاليه تبقى فوق، اضاءه اقل تحت اقل تحت اقل تحت. فعلى 10 متر في الماء العذب هلاقي نباتات وعائيه، على عمق 15 متر هلاقي طحالب بنيه، 25 متر طحالب حمراء بتحتاج لكميه ضوء اقل، 120 متر هلاقي نباتات مثبته في القاع. يبقى ما يقول لي اشرح اثر الضوء في توزيع الكائنات في الميه، هقول له العمق الذي يصل اليه الضوء يحدد نوعيه معينه من النباتات في الميه، وابدا اشرح له 10 متر نباتات وعائيه، 15 طحالب بنيه، 25 طحالب حمراء بتحتاج كميه ضوء اقل، ثم 120 نباتات مثبته في القاع، وده يبقى اثر الضوء في توزيع الكائنات في الميه. طب لو قال لي اثر الضوء في توزيع الكائنات على اليابس، على اليابس او عامل مقارنه بين منطقة صحراوية ومنطقة غابات. طب الصحراء هلاقي فيها حرارة عالية وإضاءة عالية، ولكن هلاقي رطوبة منخفضة نظرا لقلة الأمطار. طب الغابة هلاقي الإضاءة قليلة، ليه الإضاءة قليلة؟ نظرا لتشابك الأشجار، ولكن هلاقي الرطوبة مرتفعة نظرا لزيادة كمية الأمطار. يبقى أنا كده عملنا مقارنة بين أثر الضوء في توزيع الكائنات في المية وأثر الضوء في توزيع الكائنات على اليابس. بعد كده بيقول يناقش تفسير فيجنر للزحف القاري. فيجنر فسر الزحف القاري على اساس التيارات الناقله للحراره في الصيمه لها قدره كبيره على تصدع وتجعد القشره الارضيه. لما الارض تصدعت وتجعدت ادى ذلك الى اختلاف التضاريس وظهور سلاسل الجبال، وخصوصا عند حواف القارات الكبرى بفعل الزحزحه القاريه. جيم، تأثير درجات الحرارة يبدأ في الظهور على الكائنات الحية عندما تقل عن صفر درجة أو تزيد عن 50. ليه تأثيرها بيظهر هنا؟ الإجابة هنا مهمة، نقول لأن فاعلية الكائن الحي بيحددها المدى الذي يظل فيه البروتوبلازم حيا، والبروتوبلازم بيتأثر لما الحرارة تقل عن صفر درجة مئوية أو تزيد عن 50 درجة مئوية. ونخلي بالنا، هو قال لي تأثير درجة الحرارة يبدأ في الظهور على الكائنات الحية عندما تقل عن صفر درجة أو تزيد عن 50 درجة. هنا هقول له فاعلية الكائن الحي بيحدها المدى الذي يظل عنده بروتوبلازم حي. لكن لو قال لي بعض الكائنات الحية بتقدر تتحمل درجات الحرارة التي تقل عن صفر أو تزيد عن 50، هنا أقول له تلجأ إلى السكون، واشرح له أربع صور السكون ألا هو التجرثم والتحوصل والبيات الشتوي والخمول الصيفي. ومنساش أقول له كما تعتبر الهجرة وسيلة فعالة للحماية من درجات الحرارة غير ملائمة. وكده يبقى انتهينا من إجابة السؤال الخامس، وانتهينا أيضا من إجابة الامتحان. وبالتالي ما فاضلش غير أن أدعي لكم بالتوفيق، ربنا يوفقكم وبالنجاح إن شاء الله. السلام عليكم.